Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You're all welcomed here again with me, Mr. Muhammad, in a new lesson, in a new unit, and new topic. أهلا وسهلا فيكم معنا درس جديد، وحدة جديدة، موضوع جديد. So, are you ready? جاهز؟ Okay. بعد ما انتهينا من الوحدة السادسة، معنا اليوم unit 7، الوحدة السابعة بعنوان My Day. إيش يعني My Day؟ يومي. يومي يعني مقصود في اليوم هذا الخاص فيا، بدي اتعلم فيه ايش الانشطة اللي انا بعملها في هذا اليوم وايش هي فترات اليوم. اذا انا عرفت هذول الناحيتين وعرفت السؤالين الخاصين بكل جانب في هاي النقطة، ان شاء الله راح افهم كل الوحدة من اول صفحة حتى النهاية. So, are you ready? جاهز معنا؟ تمام يا بطل؟ اوكي. سيب كل اللي حواليك، بس كتابك قدامك واسمع الي منيح. اوكي يلا نبدا. عنوان وحدتنا قلنا ماي داي. يلا عيد معي ماي داي. ماي داي، تمام. ماي داي يعني يومي. تعال ننتقل مع بعض لهاي الصفحه. ماي داي يومي بينتقسم اليوم لاربع فترات. اي واحد عندنا اي يوم كم يوم كم فتره بينقسم الى اربع فقرات. الفقره الاولى صباحا، الفقره الثانيه ظهيرة، الفقرة الثالثة مساء، وآخر إشي فترة الليل. تمام؟ هاي الأربع فترات حكيناهم بالعربي، نيجي نحكيهم بالإنجليش. يلا شوف معي الأولى in the morning. يلا عيد معي بسرعة in the morning. زي ما أنا بدخل عليك بقولك good morning boys. تمام؟ good morning يعني صباح الخير، ف morning معناها الصباح. in the morning في الصباح. تمام؟ number two. يلا عيد معي in the afternoon. Again, in the afternoon. لما يصير وقت الظهر، تمام، أو الناس اللي بتدرس مسائي إيش بيقولهم الأستاذ؟ good afternoon. good afternoon اللي هو إيش معناها؟ مساء الخير أو ظهيرة سعيدة إحنا بنسميها. تمام؟ لسه ما جاش المساء. في المساء إيش بنحكي؟ in the evening. يلا عيد معي بصوت عالي in the evening. ممتاز. In the evening اللي هي الفترة ما بعد العصر وحتى المغرب. تمام؟ هاي فترة المساء، فترة المساء. وآخر واحدة يلا عيد معي at night. حرف الجي والاتش لا يلفظ. أوكي؟ at night. at night معناها في الليل، اللي هو لما تعتم الدنيا ويطلع علينا القمر والنجوم. في هاي الفترة احنا بنسميها فترة الليل. يبقى فيها أربع فترات: in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. ملحوظة بسيطة ومهمة جدا برضو، انه حرف الجر اللي بيجي قبل الفترات اليوم اللي هي حرف الجر ايش؟ in. يبقى جميع الفترات قبليهم حرف الجر ايش؟ in، ما عدا night. ايش بنضع قبليها؟ at. يبقى morning بقول in the morning، afternoon بقول in the afternoon، evening ايش بحكي؟ in the evening، وفي الأخيرة night بحكي at night. 100% عرفنا فترة اليوم. ممتاز. في إشي تاني عشان نوضح فيه هذا الدرس اللي هو الوجبات الثلاثة. في عنا في اليوم حاجة اسمها meals، الوجبات. meals وجبات. احنا بنتناول فطور وبنتناول غداء وبنتناول ايش؟ عشاء. صح؟ الفترة الأولى اللي هي احنا حكينا فترة الصباح ايش نتناول فيها؟ الفطور. فايش بحكي؟ I have breakfast. انا ليش وضعت هدول؟ اسهل للتقسيم. يعني احنا عندنا الفطور متى؟ في اي فترة؟ في الصباح. هلقيت لما ناخذ الست انشطة بدك تعرف لكل نشاط في اي فترة. اوكي؟ طيب number two. I have lunch. lunch الغداء. انا اتناول الغداء في اي فترة؟ اكيد فترة الظهر. يبقى في عندنا morning breakfast، الثانية lunch اللي هو الغداء نتناوله في afternoon. okay. the last one dinner العشاء. والعشاء متى بيكون؟ at night في الليل. okay. طيب ننتقل للسؤالين المهمين ايضا في هاي الوحدة. السؤالين بيعتمدوا على اداة السؤال. انت لازم تعرف ايش الاداة وعن ايش بتحكي عشان تعرف الجواب. okay. الاداة الاولى what، حيسأل عن النشاط. what ماذا؟ حيسأل عن ايش؟ عن النشاط اللي احنا بنقوم فيه. اوكي؟ when متى؟ حيسأل متى بتعمل هذا النشاط.
اوكي مثال لو انا سالتك what do you do يلا عيد معي what do you do صوت عالي what do you do ممتاز what do you do ماذا تفعل ايش يعني what do you do ماذا تفعل الحين هنا حدد الفتره in the morning ايش بنعمل الصبح لو انا قلت لك من هاي الثلاثه ايش بنعمل الصبح ايش بقول I have breakfast انا اتناول الفطور تمام بس احنا ما عندناش هلقيت الفطور عندنا ست انشطه مختلفه راح نرتبهم بالترتيب اوكي الاشي الثاني when do you have your breakfast هنا ذكر النشاط متى تتناول الفطور ايش الجواب الجواب راح يكون لما تشوف هاي وين الجواب راح يكون واحده من ايش من الاربعه اللي عندنا هو قال لي الفطور الفطور يبقى ايش تكون in the morning لو قال لي الغداء ايش بقول له in the afternoon لو قال لي العشاء ايش بقول له at night وهكذا اوكي وضحت الامور ما تنسى جيب دفترك وتدون عليه هاي الملاحظات وتدرسها لوحدك او مع والدك او مع والدتك حتى ايش تحفظهم منيح اتفقنا 100% اوكي ننتقل مع بعض لست انشطه ولازم نحفظهم ايش بالترتيب هعطيك النشاط وكل واحده ايش صورته اوكي يلا مع بعض ويلا نبدا معك بالانشطه بسم الله اول نشاط معنا من السته I get up يلا معي I get up I get up صوت عالي يلا لحالك I get up You're an excellent one ايش معنى I get up اول اشي انت بتعمله في اليوم اللي هو في الدنيا الصبح اللي هو ايش تعمل تصحى من النوم هو خطأ تفتح عيونك صح اوكي يبقى معناها يستيقظ من النوم ايش يعني I get up يستيقظ من النوم متى بتكون هاي اي فترة اكيد صباحا تمام يستيقظ من النوم هذه اول اشي بنعملها في اليوم بعدين طبعا هاي صورة الاستيقاظ من النوم شايف هاي بده يقوم من السرير فاللي بده يقوم من السرير وهي الشمس تمام لسه بتطلع تمام فهي الحالة هذه اسمها I get up ايش اسمها I get up ننتقل مع بعض للصورة الثانية أو للإشي الثاني الإشي الثاني موجود عندنا I go to school يلا عيد معي I go to school صوت عالي I go to school ممتاز I أنا go أذهب to school إلى المدرسة أنا أذهب إلى المدرسة إيش اسمها هذه؟ أنا أذهب إلى المدرسة برضو متى هاي أنت بتروح على المدرسة؟ ممتاز في الصباح يعني in the morning وهي هذا شايف هي شايل شنطته ورايح على المدرسة وأحيانا ممكن يجيب لنا صورة الباص مثل زيك أنت تطلع في الباص مثلا عشان تروح على المدرسة ففي الحالتين هاي إيش اسمها I go to school ومتى بتتم في الصباح in the morning يبقى هي فيها تنتين في الصباح get up و go to school أوكي تمام يا بطل ننتقل على number 3 يلا اسمعي I watch cartoons again I watch cartoons ممتاز I أنا watch أشاهد أنا أشاهد cartoons cartoons اللي هي الرسوم المتحركة فرجة سبيستون على MBC3 تمام هذول البرامج اسمهم cartoons تمام اللي هي رسوم متحركة فلما نروح من المدرسة بكون تعبانين هيك شوية بنتفرج على الرسوم المتحركة so this is in the afternoon okay هذا النشاط متى بيكون ممكن يكون in the afternoon وفي ناس بتتفرج مثلا المساء فايش بقول لي اللي هو in the evening ممكن يكون في الأولى أو في الثانية okay تمام يا بطل ممتاز وهي صورتها الموجودة عندنا هي قاعدة قدام التلفزيون تتفرج على ايش على الرسوم المتحركة بس انت لما تقعد قدام التلفزيون ما تقعدش زيك تمام عشان عينيك تمام ترجع لورا بعد تتفرج براحتك اوكي طيب يا بطل يلا ننتقل للي بعديها اللي بعديها انا بعتقد انه هذه عندنا اسمها I do homework again يلا صوت عالي I do homework ما اقولش homework لا homework homework طلع هيك مع بعض I do my homework homework تمام homework اللي هو انا احل واجباتي انا
أفعل أو أحل واجباتي. أنا بحل واجباتي غالبا النشيطين إيش بيعملوا؟ بروح من المدرسة بتغدى وبقعد وبحل إيش؟ بحل واجباته. فهي غالبا بتكون في فترة الظهيرة. أوكي؟ تمام يا بطل. وهي قاعدة بتحل إيش؟ واجباتها. So this is I do my homework. لما تشوف واحد بيكتب إيش هذه؟ واجب يعني homework. واجب يعني homework. فمع بعض بصير I do homework. تمام يا بطل؟ 100% ننتقل للي بعديها. اللي بعديها عندي I play computer games. Again I play computer games. يلا عيد صوت عالي. I play computer games. ممتاز يا بطل. هاي الفقرة I play computer games اللي هو ألعب ألعاب الكمبيوتر، تعين الببجي والبيس والطخ، تمام؟ هدول اللي هم اسمهم ألعاب كمبيوتر، computer games. I play أنا ألعب computer games ألعاب الكمبيوتر. متى هاد بتم؟ بعد ما الواحد يحل واجباته أهلوش بيقولوا له هل جيت مسموح لك تلعب على الجوال أو تلعب مثلا على الكمبيوتر، تمام؟ في هاي الحالة in the evening. إيش يعني in the evening؟ في المساء. أوكي؟ وهي صورة الشخص اللي بيلعب على الكمبيوتر، شايفينه؟ قاعد 24 ساعة بس على الكمبيوتر. بتكونش مثله، دروسك في الأول بتخلص، بتخلص دراستك بعدين بتروح على الكمبيوتر. أوكي؟ تمام يا بطل. آخر واحدة معنا والنشاط الأخير I go to bed. عيد معي بصوت عالي. I go to bed. Your next one. I go أنا أذهب to bed إلى السرير، يعني بنروح ننام. متى بنروح ننام؟ at night. وهي هذا اللي بيروح ينام، بتكون الدنيا ليل، هي طالع القمر مثل ما احنا شايفين، ورايح على الفراش، رايح ينام، هي زي ما احنا شايفين نائم. اوكي؟ يبقى موجود معي ست أنشطة. ايش هم ست أنشطة اللي لازم انا احفظهم بالترتيب؟ حط عيلك ستة. نبدأ بهذا اللي لحاله. get up. again get up. نصحى من النوم. بعد لما نصحى go to school. go to school اللي هي أذهب إلى المدرسة. خلصنا مدرسة روحنا. I watch cartoons. I watch cartoons. تمام يا بطل. تفرجنا وارتحنا، بدنا نحل واجباتنا. I do homework. I do homework. ممتاز يا بطل. اللي بعديها I play computer games. I play computer games. نلعب ألعاب الكمبيوتر. وآخر واحدة I go to sleep. I go to sleep. أذهب إلى النوم. تمام يا بطل. محتاجين نحفظ الست أنشطة وفترات اليوم الأربعة وإيش الحروف الجر الموجودة مع هاي الفترات، وإن شاء الله بهذا الدرس تكون فهمت أغلب محتوى هاي الوحدة. نتمنى لكم أوقات حلوة. إذا عجبك الفيديو ما تنسى تضغط لنا لايك لهذا الفيديو وتضغط لنا اشتراك للقناة حتى يصلك كل جديد. نتمنى لكم أوقات جميلة ونراكم في درس قادم، وإلى اللقاء.